احسنتم. صفحه 463 سوره زمر، سوره زمر صفحه 463. الصفحه 463، الصفحه 463، سيدان 463. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سعي دیگه بخون لطفا. دعای سعي دیگه. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أحسنت أيها الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت. تشکر میکنیم از فینالیست محترم جناب آقای سید میلاد اسدی.